معاكم دكتورة رانيا السيد عبد الرحيم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن التهاب المفاصل والأوتار وطريقة علاجها. التهاب المفاصل والأوتار، عندنا مفاصل من أول مفصل الكتف، الكوع، الريست، القدم، الركبة، التهاب أي مفصل أو التهاب الأوتار، وأشهرها بتبقى التهاب أوتار الإيد اللي هو من اشهرهم التنس البو، اللي هي الحاله اللي هنشتغل عليها النهارده. عندنا طريقه علاج حلوه جدا وسريعه جدا وبتجيب نتيجه فعاله، علاج التهاب المفاصل والاوتار بالتأيل مع حاجه اسمها السناكيلج، يعني برضو دي حاجه مضاده للالم، والنتيجه بتاعتهم ما شاء الله عاليه جدا، وبتبقى في 3 جلسات في الحالات الحاده اللي لسه بادئ معاهم القصه، وبتبقى في الحالات المزمنه او السب اكيوت اللي هم عد اكتر من 6 شهور لسنه، بيبقى العلاج بتاعهم حوالي 6 جلسات. وفي الحالات اللي هي زي الخشونه المزمنه والحالات الصعبه بتجيب نتيجه فعاله جدا، لان بنحقن مش بس كده، بنحقن مواد بتزود الليونه كمان بتاعه المفصل مع المواد المضاده للالتهاب، بيجيب نتيجه عاليه جدا حتى مع حالات الخشونه بتاعه الركب المزمنه. هنستخدم اول حاجه التهاب المفصل والاوتار بالتأيل، زي ما احنا قلنا ده جهاز امريكي، الفكره بتاعته ان احنا بنحقن دواء مضاد للالتهاب، وبنحقن حاجه اسمها ستيم سيلز. الستيم سيلز دي بتبقى خلايا غذائيه، دي بتزود النشاط الخلايا جوه المفصل، وبنحطه على مكان الوتر الملتهب. برضو لو عندنا التهاب زلالي من الحاجات في اي مكان، التهاب الزلالي برضو العلاج بتاع التعين والسناكي، ده التعين ده جهاز امريكي والسناكي جهاز الماني، من الحاجات اللي العلاج بتاعهم مع جلسة العلاج الطبيعي لازم نشتغل جلسة كاملة. احنا بنتكلم على الحاجات المميزة او اللي مش موجودة غير بره مصر يعني، لكن احنا دلوقتي، لكن طبعا الجلسة لازم تكون كاملة. بنبدأ نشغل الجلسة، وبندخل الدواء بيدخل عن طريق الايه، موجات التعيون دي، والجزء التاني من الجلسة. بيبقى السمكي ده جهاز بيعمل حاجة اسمها بيحاكي نفس تيار التيار اللي بيوصل إشارة الألم في الجسم، ده جهاز ألماني اخترعه علم روسي، بيجيب نتائج فعالة جدا في القضاء على مشاكل الألم المصاحبة للالتهابات، النتائج بتاعته عالية جدا. في برنامج البيزك ده بيزود الدورة الدموية وبيحسن الكفاءة بتاعة الأوردة والشرايين في المكان. وفي برنامج بيبقى خاص بالسديشن لتسكين الألم. احنا طبعا بننقل في كل جلسة على حسب احتياج المريض من حاجة لحاجة. وفي اكتيفيشن ان هو بيأكتيفيت الدورة الدموية وبيأكتيفيت مصل معينة وينون اكتيفيت المصل التانية، عن طريق ان هو بيحاكي تيار الألم في الجسم، فبيعرف يعمل يتعرف على التيارات دي كلها. في برنامج حلو جدا اسمه هارمونايزيشن، بيكون بتنظيم العمل بين الخلايا. في برنامج الريلاكسيشن اللي هو بيريلاكس الماسلز، العضلات اللي فيها انقباضات او تقلصات. بنشتغل بالطريقه دي، بنبدا نزود الانتنستي على حسب عمر كل حاله والاحساس بتاعها، وبنبدا الجلسه حد الاقصى بيبقى 3 دقايق على كل منطقه، وبنمشي على الاماكن طبعا اللي فيها الالم لحد ما بنخلص الجلسه. الميزه بقى انه الجهاز ده مش بس بيعالج، لا هو بيعمل تقييم انه المكان اللي هو بيبقى فيه الم هنلاقي الجهاز استقد فيه، مش راضي يتحرك، لازق فيه. واول ما الالم بيروح، وده بيبقى في الجلسه نفسها، الجهاز بتلاقيه يتحرك بسهوله. دي من العلاجات الفعاله اللي بتجيب نتيجه في وقت قليل جدا. نتمنى نكون في النجوم النهارده.